سواء للصحفيين للفنانين اللي معانا مباشرة من بيروت على امتداد 3 ساعات من البث المباشر من إذاعة تطاوين. صديقنا وصديق إذاعة تطاوين الفنان اللبناني علي أحمد ينضم لنا حاليا. علي صباح النور. شكرا، طمنا عليك وعلى العائلة وعن الوضع عامة يا علي. يا رب. يا رب. هذا هو، هذا اللي نتمنوه. عارف الوضع صعب جدا يا علي، هو حتى الاتصال بيك يعني حاليا تقريبا بصعوبة. نعم، أنت حاليا وين علي تحديدا المكان؟ كيفاش كان الوضع وانت كنت موجود في بيروت؟ نعم، إضافة إلى سياسة التهجير اللي لطف عليكم، لطف، ربي يحميكم ويحمي الشعب اللبناني الكل إن شاء الله. الله ينورك، الله ينورك يا علي. عايشة. علي، يعني سياسة التهجير إلى بعض المناطق ممكن اللي تكون آمنة تقريبا من يومين، من أيام يعني، حاليا الكل جماعة بعض السكان كلهم تهجروا تقريبا. مكان إلى حد اللحظة هذه. أكثر من طاقة، هذا هو الوضع، كل ما لا يزيد سوءا يعني، حتى مع وقتيا أنا نتحدث. إن شاء الله نحو انفراج كامل، إن شاء الله الناس تعود ديارها، لأن هذا أملنا، أي يرجع الاستقرار، يرجع الأمن والأمان. نعم هذا. فالله الله يستر عن جد ويخلي بلدنا ويشوف بلدنا حلو، فالله يرجع مثل ما كان ان شاء الله. ان شاء الله احنا كل مرة نحاول اننا نطمن على الوضع. يعني اكثر المناطق اللي توجهوا لها حاليا يا علي، ممكن ال الضرب.
لأنه حتى بيتواصلنا مع بعض الفنانين اللي موجودين في بيروت، يعني من قوة القصف يعني مباشرة هما غيروا مكانهم أصلا، يعني يتحدثوا. نعم، هذا هو يا علي، إن شاء الله ربي يحميكم. هذا ما نجم أنا نقوله اليوم مباشرة، الفنان علي أحمد مباشرة من لبنان. طمنا عليك يا علي كل مرة. الله يحمي شعبكم وبلادكم. تعيش يا علي، تحكي بأصلك الكبير صديقي. هي صداقة تجمعنا سنوات سنوات، يعني قديش عمرها سنوات، يعني مع علي أحمد عبر إذاعة تطاوين. إن شاء الله ربي يحميك ويحمي عائلتك ويحمي هذا الشعب العظيم يا سيدي. شكرا يا علي، شكرا يا علي، الله يستر. شكرا، الله يخليك. شكرا شكرا.